جدي مسي عليكم. شوفي اخبار على السوشيال ميديا بحكي ميديا. وهلا صار معنا عابد بالاستديو. مساء الخير عابد. مساء الخير ايهم ومساء الخير روان، ويسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان في حكي ميديا ضمن لم الشمل. والبدايه من القضيه الفلسطينيه المتشابكه بطبيعه الاحوال مع القضية السورية، وخصوصا في الآونة الأخيرة التي بدأ بها النظام تهجير أهالي مخيم اليرموك، والذي يتكون في معظمه من اللاجئين الفلسطينيين ويقيمون فيه منذ عشرات السنين. لطالما تاجر النظام بالقضية الفلسطينية، والعلاقة بين النظام وهذه القضية الفلسطينية هي علاقة قديمة وشائكة ويشوب الغموض. في هذا الفيديو اللي أنتجوا لنا يا الزملاء بالنيو ميديا بيحكي عن تاريخ هذه العلاقة، مآلات هذه العلاقة وكل ما يحيط بها. موجود طبعا الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك، خلونا نشوفه ونرجع نعلق عليه. يمكن أهم سؤال هو اللي انطرح بنهاية هذا الفيديو، إن هل استحق النظام لقب الممانعة والمقاومة؟ سؤال يمكن كان عم ينسأل طوال 7 سنين. صحيح، هذا هو الشعار اللي كان أخذه النظام، إنه هو فعلا
الممانعة والمقاومة، ولكن أرقام الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بسوريا حاليا طبعا اللي نزل العدد اللاجئين لأكثر من النصف وأغلبهم عالقين في أماكن محاصرة وصعب الوصول إليها، طبعا بجاوب على سؤال. يمكن الفيديو شوي طويل بس بيحكي يعني تاريخ على غير العادة، يعني بالعادة بناخد فيديوهات أقصر من هيك، لكن فعلا هو يعني يختزل تاريخ هذه العلاقة، علاقة النظام بالقضية الفلسطينية والمتاجرة بها يعني عبر عقود. بدنا نحيي شباب النيو ميديا على هالفيديو اللي فعلا بيختصر العلاقة بين النظام والقضية الفلسطينية. الحقيقة فيديوهاتهم كلها مميزة، يعني حتى صحيح. الفيديو القادم اللي معنا هو أيضا من قسم النيو ميديا، الموضوع اللي رح ننتقل له مباشرة، حيث تعرض المرشح عن لائحة شبعنا حكي اللبنانية السيد علي الأمين للاعتداء من قبل أكثر من 40 شابا ينتمون إلى حزب الله في بلدته شقرة، وذلك أثناء نزوله إلى الشارع وتعليق اليافطات والصور. نشر علي الأمين وهو صحفي ومدير تحرير موقع جنوبية مقطع فيديو على صفحته على الإنترنت شرح فيه ما حصل معه، وأيضا مرة أخرى الفيديو لقسم النيو ميديا. خلنا نشوف شو صار مع علي الأمين بهذا الفيديو. أنا محاصر ببلدة شقرة، تعرضت لاعتداء ولهجوم من أكثر من 30 شاب منتمين لحزب الله. أنا كسر سني بسبب الضرب، وجسمي أيضا تعرض للكمات ولضبيط، وتم استخدام كل وسائل التخبيط والضرب من مجموعة من البلطجية. أنا بقول هذا برسم رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو هن البلطجية، رئيس الجمهورية تعال شوفهم، هو جماعتك حزب الله البلطجية، برسم هيئة الإشراف على الانتخابات. أنا هجمت لأني عم علق صورة لإلي، أنا اللي علقها عم بعلق الصورة ما حدا غيري، لأني ما بدي حدا يتعرض كان لأذى بعد تهديدات إنه ممنوع علق صورة. أنا حقي كمرشح أطالب فيه رئيس الجمهورية قبل غيره. هذا اللي عم بقوله هلا، ورح اقول اشياء كثير مره ثانيه. يعني مثل ما شفنا الفيديو يعني عم يشرح فيه علي الامين، هو صحفي مثل ما قلنا، عمليه الاعداء اللي تعرض له ببلده شقره بلبنان، طبعا حاليا في انتخابات بلبنان مثل ما كلنا بنعرف. صحيح. والغريب يعني هو رد حزب الله اللي حنشوفه يعني بعد شوي. رح ناخذ بدايه اول تعليق على هذا الفيديو اللي على صفحه علي الامين. جمانه بتقول علي الامين صار له من لما خلع عايش بالضاحيه بيكتب الاكاذيب، هي ضده طبعا، والإساءات للمقاومة ولشعبها ولجمهورة، ولا مرة حدا عبر ولا طلع فيه لأنه معروف قديش حقه بالسفارة الأمريكية، وأكثر شيء ممكن حدا يعمله لما يشوف أنه يتف بالأرض. طبعا هذا رأيه، وهي تدافع عن حزب الله. مروان يقول أستاذ علي أنت رجل وطني شريف، وهؤلاء زمرة من الكلاب المسعورة، ثقافتهم هي الموت والعنف، وللأسف لا رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية ولا وزير العدل ولا المجلس العدلي رح يسمع نداءك خارج صلاحياتهم. الله يحميك وألف حمد لله على سلامتك. رد حزب الله بالحقيقة كان عبر بيان وكان غريب يعني إلى حد ما. حزب الله بيقول، نشروا طبعا البيان موقع الـ LBC، بيقول أنه اعتبر مصدر في حزب الله في حديث للـ LBCI أن الاعتداء على المرشح علي الأمين في شقرة هو جزء من الحوادث التي ترافق الانتخابات في القرى والبلدات، مذكرا بحوادث سابقة رافقت الحملات الانتخابية مثل إطلاق النار على موكب الوزير حسين الحاج حسين، والإشكال بين المرشح رجاء الزهيري ومناصري تيار المستقبل في طريق الجديدة على مرأة من القرى الأمنية. يعني حتى البيان التعقيب على الاعتداء منلاحظ هو فيه أنه هو عادي، هذا الاعتداء بيصير بكل الانتخابات. هو أكيد ما في شيء بيبرر أنه الاعتداء على أي صحفي ولو شو ما كان رأيه. أو هو دائما في حدية بيناتهم، خصوصي أنه كان دائما يصرح، هلا هو بعيدا عن النزاعات الطائفية دائما كان يصرح أنه ما في مبرر لوجود أصلا حزب الله ودفاعه عن الممتلكات فينا نقول الدينية بسوريا، ولا له علاقة أصلا بوجوده، خاصة هو أنه يدير موقع جنوبية اللي هو دائما يعني ينتقد تصرفات حزب الله في لبنان وتصرفاته على أنه هو الدولة داخل الدولة اللبنانية. صحيح. تقريبا هذا يعني كل شيء لهذا القسم. أكيد في معنا القسم الثاني من حكي ميديا في الساعة الثانية، تزورونا مشاهدينا معنا كتير أخبار لكم. انتظارك عابد، أيهم وروان. شكرا لك عابد، وبانتظارك مثل ما قال ايام بالفقره التاليه. خلونا هلا ننتقل لشو صار. اه
المواضيع الاقتصادية لها مساحة جيدة هذه الأيام بعد كل الركود الذي تعودنا عليه، وخاصة أنه كان بالبلد حيتان، ونحن كشعب ليس لنا علاقة ولا نسمع لا باستثمارات ولا بصفقات. واليوم مثل ما قال أيهم طبعا الحكي مفتوح شوي والتصريحات نوعا ما علنية، كان آخرها تصريح لصحفي تابع للنظام بيتهم في مصر بسرقة رأس مال سوري. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رح نناقشها فقرة شو صار، ولكن خلينا نشوف هذا التقرير. رأس المال السوري أحد المهاجرين من سوريا أيضاً، ففي البلاد التي تنعم ولو بقليل من الاستقرار حاول السوريون أن يكون لهم سوق يحافظون من خلاله على رأس مال أعمالهم. مصر التي استقبلت قرابة نصف مليون لاجئ سوري لم يسجل منهم سوى 100,000 تقريبا في مفوضية اللاجئين، إذ عمل معظمهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة وحاولوا الانخراط في سوق العمل المصري. مؤخراً هاجم صحفي مقرب من النظام الإدارة الاقتصادية المصرية التي أعلنت قبل أيام على لسان وزير الاقتصاد المصري طارق قابيل إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة 500 متر مربع، معتبراً أن ذلك سرقة موصوفة لرأس المال السوري وهدفها ألا يعود إلى سوريا. حوالي 25 مليار دولار قيمة استثمارات السوريين في مصر، في حين تجاوز عدد المستثمرين 30,000، وما زالت هذه الأعداد تتصاعد بسبب ما يحيط بالاقتصاد السوري من مشاكل وبسبب دعم السلطات المصرية للمستثمر السوري من جهة أخرى. محاولات النظام إقناع المستثمر السوري لا تتعدى التصريحات والوعود بعد دخول الشركات الأجنبية وخاصة الروسية والإيرانية وسيطرتها على قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد، فترى هل يعود المستثمر إلى نظام المحاصصة والبيروقراطية والفساد، أم أنه يقبل باتهامات بالجملة تصفه بالخيانة مرة والتخاذل مرة أخرى؟ طبعا أخذنا لمحة عامة عن الموضوع ضمن التقرير، وأنتم مشاهدينا بإمكانكم المشاركة بسؤال حلقتنا لليوم: هل يستطيع النظام استعادة رأس المال السوري المهاجر إلى مصر، وذلك عبر صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك؟ طبعا والتفاصيل مع ضيوفنا بالاستوديو الاستشاري الصناعي سعيد نحاس، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. أهلا وسهلا. وعبر السكايب الصحفي سمير الطويل، أهلا وسهلا بك سيد سمير. مساء الخير لك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيك سيد سعد. بدي ابدا معك، هل يعتبر اقامه منطقه صناعيه سوريه خاصه بمصر سرقه لراس المال السوري؟ مساء الخير. يعني هذا الصحفي اللي ذكر هذه المعلومه من صحيفه البعث هو يزاود فوق النظام اكثر من النظام. حتى النظام لم يتهم التجار والصناعيين والمستثمرين في مصر انهم سرقوا يعني الاموال. ثانيا، هذه الأموال السورية التي ذهبت إلى مصر كان لها أسبابها، يعني سيكون هناك مجال لشرحها. إنما أينما حل السوريون حملوا آلامهم وأمالهم وأموالهم وخبراتهم وأفكارهم إلى حيث ما حلوا في أصقاع الأرض. هم كانوا عم يبحثوا على حاضنة يمكن، يعني هم تم يعني الضغط عليهم. نعم. حتى هجروهم واموالهم. نعم. في مصر يعني هنا يعني يجدر الاشاره الى نقطه مهمه، ان السوريين في كل المستثمرون السوريون عملوا على خطط قصيره المدى في البدايه. نعم. الى ان يئسوا من العوده الى سوريا بظل انعدام الامن واشياء اخرى، فقاموا بخطط طويله المدى. نعم. فلا يتوقع الآن على المدى المنظور أن يعود المال السوري إلى سوريا، وهذا لا يعني أنهم لا يرغبون بذلك لكن لا يستطيعون. نعم. طيب أنا بدي أكمل مع سمير. خلينا سمير، بالنسبة إذا بدنا نحكي للمستثمر السوري في مصر، على حد علمك ماذا قدمت مصر لهذا المستثمر؟ خلينا بس انا بشاطر ضيفكم الكريم بكل النقاط اللي حكاها. تفضل. لكن نحن لازم نرجع شوي الى الوراء قبل عام 2011. طبعا هجره الصناعيين النسيجي السوريين لمصر ما هي جديده، يعني مو وليده الازمه الحاليه لسوريا او الثوره او ازمه الاحداث او الضغوطات اللي تعرض لها الصناعيين سواء
من الشبيحه او من النظام او من الحرب او الاله العسكريه تمام وتهديم مدن صناعيه ومعصرهم. من 2007 كان في هجوم كثير قوي على محمد صباغ شرباتي من قبل حكومه ناجي عطري، دفعته لياسس شركه اسمها الشركه الرباعيه بال2008 2009 بمصر، وهي هي مدينه صناعيه قائمه بحد ذاتها. يعني محمد صباغ شرباتي رجل الاعمال السوري صانع النسيج، يسمى ملك الجنز او ملك النسيج في مصر. هناك اكثر من 15000 رجل اعمال او صناعي سوري متخصص في صناعه النسيج موجودين بمصر حتى من قبل العام 2011. وطبعا صحيح، ولكن بعد العام 2011 شهدنا اذا بدك هجره كبيره لرؤوس الاموال. يعني هي فينا نحكي عنها مصانع كبرى لتصنيع النسيج وتصنيع الالبسه وتصميم الازياء، يعني صناعات متكامله. وخصوصا سوريا كانت خلينا نقول الدوله الثالثه بالعالم بصناعه البسه الاطفال. يعني طبعا هي طبعا ايطاليا بالمركز الاول، وفي دولة آسيوية بالمركز الثاني، وسوريا كانت بالمركز الثالث. هلا صناعة ألبسة الأطفال توطنت سوريا، طبعا توطنت مصر بشكل كبير. طبعا الحكومة المصرية عم بتقدم الأرض بشكل شبه مجاني، تسهيلات كثير كبيرة، المواد الأولية كلها متوفرة. وكمان خلينا نقول المستوردين الأوروبيين لما بيعرفوا في عمالة سورية بالمصانع الموجودة بمصر، فهن بيوقعوا العقود بسلاسه وبسرعه، وبياخذوا اكثر قدر من الانتاج المنتج بمجال النسيج، سواء كانت المواد الاوليه كنسيج يعني خام قماش، او حتى كنسيج مصنع البسه. نعم سيد سعيد، ذكرت من شوي انه ما ممكن انهم يرجعوا، لكن في ترويج الان لاعاده الاعمار في سوريا من قبل النظام، برايك ممكن انه يرجع بعض المستثمرين أو أنها تجذبهم؟ هذه خرافة. إعادة الأعمار في هذا الوقت الحديث عنها يعني هو فقط ترويج للنظام لزيادة إحساسه بالشرعية. أين عن أي أعمار نتحدث وما زال القتل اليومي في كافة الأراضي السورية؟ عن أي أعمار نتحدث والبنية التحتية مهدمة بشكل كبير؟ نتحدث عن أعمار الأرض أو أعمار المصانع أو أعمار الإنسان؟ أي أعمار نتحدث عنه هو المصانع الحالية التي بقي منها ما بقي، لا تجد عمالا يعملون فيها بسبب تجنيد الإجباري أو هروب أو قتل. فهذه العملية، عملية إعادة الأعمار، يعني حصل في الآونة الأخيرة عدة اجتماعات في دمشق أو بيروت أو غيرها بشأن هذا الموضوع، إنما هي فقط تحضيرات من جهة المتكالبين على ما ينتظرونه من مكاسب، ومن جهة أخرى ترويج من النظام. هي فائدة للأجانب خلينا نقول إذا صح التعبير أكثر من أولاد البلد. أخي الغالي، يعني هنا عن أي عمارة نتحدث والدولة وسوريا الأرض يعني من يسيطر عليها؟ القسم الذي يسيطر على النظام هو لكم فيها، ولا أمريكا ولا إيران ولا تركيا ولا غيره. فهذا الأمر بكير يعني سابق لأوانه. هم يتحدثون من زمان، من أول ما بلشت الثورة تحدثوا عن مفهوم إعادة الأعمار، وما زالت الاجتماعات يعني تترى. نعم. طيب استاذنا، رح ننتقل كمان لسمير. خلينا نسال برايك سمير، هل تحاول مصر اليوم الاحتفاظ بالمستثمرين من خلال المشاريع اللي عم نتحدث عنها؟ طبعا نحن اذا بدنا نحلل بشكل اقتصادي قوانين الاستثمار بمصر بالحاله الطبيعيه افضل من قوانين الاستثمار بسوريا. ومن ناحيه جذب المستثمرين العرب او الاجانب، طبعا بنضيف لموضوع الاستثمارات السورية بقطاع النسيج بالتحديد، في استثمارات تركية كمان كبيرة بمصر. مصر من 2013 عم تسعى لتوطين المستثمرين السوريين بقطاع النسيج، يعني هي تسعى لجذب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات لحتى الصناعي السوري بمجال النسيج يستوطن بمصر ويبقى. ليش تحديدا بمجال النسيج؟ لتوفر المواد الأولية وخصوصا موضوع القطن. البنية التحتية لصناعة النسيج متوفرة بمصر، لكن بحاجة إلى الخبرة السورية. فالخبرة السورية أضافت على هذا المنتج اللي رفعته لسوية المنتج السوري، اللي كان المستورد الأول للمنتجات النسيجية السورية هو الاتحاد الأوروبي. بالتالي كمان المستورد الأول للمنتجات النسيجية السورية المصنعة بمصر هو كمان الاتحاد الأوروبي. يعني اليوم البضائع الموجودة يكتب عليها صنع في مصر بأيدي سورية. تماما. فهذا المنتج هو منتج مصري.
والقيمة المضافة كمان لهي الصناعة صارت قيمة مضافة بمصر. وكمان الحكومة المصرية استفادت من شيء آخر، أنه استفادت العمالة المصرية من الخبرة السورية، فهي كمان طورت الخبرة المصرية بهذا المجال. فهو اليوم تشجيع المستثمرين السوريين بقطاع النسيج بلش من 2013، لكن اليوم عم تم منح مزيد من التسهيلات يعني لبقاء الصناعي وعدم تركيب العوده. برايك سمير، مثل ما حكى ضيفك الكريم، تفضل، مثل ما حكى ضيفك الكريم، لا البنيه التحتيه جاهزه ولا المواد الاوليه جاهزه، وانتاج سوريا من القطن تراجع كثيرا، وموضوع وسائط النقل ومستلزمات الانتاج والصناعه التحويليه، كل هالامر غير متوفر حاليا بسوريا، ولا حتى الاستيراد او التصدير. يعني من الصعب حتى لمده 10 سنين او 15 سنه انه يرجعوا البنيه التحتيه للصناعه على الاقل، لسه البنيه التحتيه للبلد. صحيح، ولكن سمير في أقوال كتير بتقول إنه المستثمر السوري هو رفض الاقتصاد المصري ودعمه إذا بدك، فما بعرف إذا مزبوط وإذا عندك أرقام حول هذا الموضوع. تمام، في دراسات لمنظمة العمل الدولية كانت عم بتشوف إنه شو القطاع الأكثر، هي كانت عم تعمل دراسات لعمل السوريين طبعا بمصر، فكانت شايفة إنه قطاع النسيج هو القطاع اللي عم يستقطب أكثر العمالة السورية والعمالة المصرية. الأرقام الاستثمارات يعني بحدود 20 مليار دولار هيك. نعم. التقديرات بتشير، لكن اكبر مستثمر هو محمد صباغ شرباتي، هي الشركه الرباعيه. طبعا لا في حاجه لانشاء مدينه صناعيه للنسيج، محمد صباغ شرباتي عمل مدينه صناعيه متكامله بمنطقه السادات القريبه من القاهره. نعم. سيد سعيد، بدي رايك باللي قاله ضيفنا، وخصوصي انه شو الضرر اللي ممكن يصيب قطاع النسيج لنحكي بشكل عام اذا تم الاعتماد عليه بمصر؟ يعني معلومات سريعة راح أسردها. في مصر الإحصاءات تقول أن هناك 500 ألف سوري، 120 ألف منهم مسجلون والباقي بدون تصاريح عمل. الحكومة المصرية لا تسهل على الإطلاق حصولهم على موافقات أمنية وتصريح عمل، هذا الموجود في مصر، أما اللي خارج مصر فأصعب. من أصل 120 ألف المرخصين هناك 30 ألف مستثمر حاصلين على التصاريح. الآن المنشأة أو بالأحرى الرخصة، يعني المنطقة الصناعية الجديدة، يعني يسعى لها السوريون في مصر والحكومة على حد سواء، لما تقدمه من فوائد عديدة في قطاع النسيج والملابس، على أنه يعتقد، يعني أنا أعتقد أن هناك غطاء سياسي سوري حكومي لهذا الموضوع، لأن يعني الوزير المصري يتبنى هذه العملية، وأيضا رئيس يعني تجمع رجال الأعمال. يعني برأيك في تنسيق بين النظام وبين النظام لا شك. هذا أولا. ثانيا، الآن 10 ملايين قطعة ملابس ميد إن إيجيبت صنعت بأيدي سورية وتصدر. الصناعة السورية هي العامل الأكبر في نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. ويعني على الرغم من سياسات مصر يعني المربكة أحيانا اقتصاديا، إلا أنها الصناعات السورية في مصر قدمت الكثير من مقومات النمو. ماذا يخسر القطاع النسيجي في سوريا؟ خسر وخلص. حلب كانت ثلث الصناعة في سوريا، كان هناك 1 مليون شخص يعملون في الصناعة، الآن لا صناعة نسيجية في حلب، أغلبهم توجهوا إلى مصر وخسروا كثيرا، أو الأردن أو تركيا. فبطبيعة الحال، لكن هناك نقطة مهمة، يعني التقارير التي تتحدث عن 25 مليار أو 20 مليار هذه مبالغ فيها. نعم. تقارير الأمم المتحدة تشير إلى 800 مليون دولار فقط الأموال السورية، 500 مليون منها أتت بعد 2011، بينما كان هناك استثمارات كما تفضل الأستاذ طويل قبل 2011. هناك أيضا شركات نمت بشكل كبير جدا في مصر، الآن أصحابها سوريون يشغلون 10% حسب القانون المصري من السوريين، و90% من العمالة المصرية التي تتدرب على أيدي سورية. طيب حضرتك ذكرت بعض النقاط اللي هي استفادت منها مصر، ولكن برأيك ما هي الفائدة الكبرى من مصر، خاصة مصر معروفة يعني أيضا يعني بصناعة النسيج على مستوى المنطقة، فشو هي ممكن شو هي النكهة السورية اللي ضافتها لصناعة النسيج لمصر؟ عندما علينا أن نعمم، يعني ما هي النكهة التي أضافها وجود كل السوريين في مصر؟ قاموا بإضافة كبيرة، يعني سوريا ومصر شعب متقارب. نعم. بعيدا عن السياسة، سوريا ومصر تملكان التاريخ،
العلاقة الحميمة بين المحبة والود بين السوريين والمصريين. وجد المصريون قبولا يعني للسوريين في مطاعمهم في مصانعهم في حرفهم، فكان هناك إضافات على أكثر من صعيد أخصها في النسيج من الناحية الاقتصادية، لأن الخبرات السورية والحلبية على شكل خاص قدمت خبرات متوارثة عبر الأجيال، وقدمت وهذا مهم جدا ويعني يلفت يجذر الانتباه له، أنها لم تقم بتمويل مصرفي، لم تقم باستدعاء المصارف لتمولها، كانت تمويلها ذاتي ما سهل الأمر كثيرا. ناهيك عن سوق التصدير العالي، يعني أنت بتحكي 90 مليون بني آدم في مصر وسوق تصدير له تسهيلات كبيرة أصلا بالعلاقات بين مصر من خلال اتفاقية الكويز مثلا مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. نعم، خلونا هلأ مشاهدينا نبقى مع معلومات عن الاقتصاد السوري وإلى أين وصل في السنوات الأخيرة، ونعود لنكمل حوارنا حول رأس المال السوري في مصر. أستاذ سعيد، مثل ما شفنا الانفوغراف يعني أرقام كبيرة كتير، 160 مليار دولار هي الرقم الأموال الهاربة خارج سوريا، وإذا بدك كمان 52% نسبة البطالة، شو رأيك بهالأرقام؟ يعني قام النظام يعني بتدمير منهجي للبنية التحتية واستدعى أشرار الأرض لهذا البلد ليدمره، فهذا طبيعي يعني أن يحصل، لكن لم يتوقف بعد. 300 مليار أيضا هي نسبة خسارة النظام أيضا الاقتصادية، إذا بدنا نقول يعني لا خسارة البلد، النظام المافيا لم يخسر هو يعني لأنه يستعمل أساليب أخرى، إذا كان البلد بلده فهو خسر، لكن ليس بلده أصلا، نحن الذين نخسر. برأيك هل يستطيع الاقتصاد السوري التعافي بعد هذه الأزمة؟ القيمة الذاتية للسوريين، الاندفاع والإيجابية والمبادرة وحس العطاء، هذا يساعد كثيرا. الصفات الذاتية للسوريين كمعطين وكمنتجين يساعد كثيرا. لكن قبل أن نتحدث عن التعافي، وهذا يعني قريبا إن شاء الله نتحدث الآن عن وقف القتل، وقف الدمار، إيقاف هذا الموضوع نحن بنتحدث فيه كثير، ولكن هلأ نحن نتحدث عن الاقتصاد السوري. نعم. حاليا لا مؤشرات حالية. كمستشار حضرتك، متى يمكن أن يتعافى الاقتصاد السوري؟ لا يمكن الفصل بالأرقام، خلينا لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، لا يمكن الفصل بين العسكرة. توفر البيئة الآمنة والبنية التحتية والطرق والشعور رأس المال جبان حتى يقوم بعمله ويعود بعض الناس ليستثمروا، يجب أن تتوفر هذه العوامل. مجرد ما توفرت سيعود البعض بطريقة تدريجية، سيقومون ب عملية معاكسة بافتتاح فروع لهم في سوريا، هم سوريون، هم وطنيون، لكن بطريقة تدريجية. أما هذا مبكر أيضا، لأن الظروف الحالية لا تدع لنا مجالا للتنبؤ أن البنية التحتية أو إعادة الإعمار أو توقف القتل على الأقل لسه الله العليم. طب برأيك النظام أنه هو حصر الاستثمار بأشخاص معينين، هالشي شو كان تأثيره على الاقتصاد؟ العلاقة بين السلطة والمافيا الاقتصادية كانت قديمة، من عشرات السنين رسخ النظام دعم الطبقة الطفيلية التي أقصى من خلالها الأثرياء العاملين. صحيح. واستبدلهم بأثرياء سلطويين بمعنى مناقصات دولة أو فساد أو مافيات أو محسوبيات أو ما شابه. هذول لا زالوا موجودين، وهناك يعني لا زالوا موجودين حتى مع النظام، ويثرون بشكل أكبر. حتى أولئك الذين يفكرون بالعودة، يعني كان النظام في السابق يتهم رجال الأعمال الذين خرجوا بأنهم سيضافون إلى القائمة السوداء. الآن يدعوهم إلى العودة، لكن هناك يعني من يصدق؟
مين بصدق هلا انه اذا رجع بيمشي الحال؟ بعدين اذا رجع الاولويه لهذوليك اللي كانوا دعموا. فالقضيه معقده ومتشابكه، لا يمكن بشكل بخلاصه لا يمكن التعافي ولا التفكير باعاده الاعمار في ظل وجود مافيا متحكمة عصابة تستأثر لنفسها بكل المكاسب. نعم سمير، بدي أرجع لك، يعني السوريين أنشأوا كتير مشاريع فينا نسميها صغيرة، هل بتدخل ضمن حساب الاقتصاد المصري وشو كان إلى تأثير؟ هلا السوريين فوقوا بعدة صناعات، لكن كان أهم النسيج. طبعا اليوم السوريين هم موجودين بمناطق صناعية كبيرة بمصر مثل السادس من أكتوبر القريبة من القاهرة، موجودين بمنطقة السادات كمان هي مدينة صناعية، منطقة صناعية بدر كمان منطقة صناعية كبيرة، العبور كان مدينة صناعية كبيرة، وبالإضافة لورشات صغيرة يعني متنوعة من الجلديات إلى بعض المواد الغذائية، صناعة النسيج، أكبر مصانع الصناعات الغذائية اليوم إلى فروع بالأردن ومصر هي مصانع سورية وبتصدر لأوروبا وبتصدر لأغلب دول العالم، وما فيها حتى رجعوا للأسواق السورية، صار يصدروا من الخارج من مصر أو من الأردن باتجاه الأسواق السورية. اليوم 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 القيمة المضافة أو خلينا الصناعي السوري ضاف بالأسواق المصرية، ما أنه حديثنا كان عن مصر، هو أضاف الجودة اللي كانت مفقودة بالبضائع المصرية. صحيح. بضائع المصرية ذات جودة جيدة، لكن هناك لمسات جودة يعني نوع القماش. طب سمير نحكي شوي عن المنافسة، كيف كان تقبل المستثمرين المصريين للمستثمر السوري؟ طبعا بالبدايه كان في صعوبات وعوائق، يعني دخول السوريين ما كان الدخول السهل للسوق المصريه، لكن اذا بنحكي نحن عن قطاع النسيج هو كان قطاع ينفرد فيه السوري بالمنافسه، لا يوجد منافس مصري بنفس القوه وبالمنافس يعني بنوعيه البضائع او المنتجات، لكن فيما بعد شهدنا حاله من الشراكه السوريه المصريه، يعني كان اغلب المصانع وبكل القطاعات هي مصانع مشتركة بين السوريين وبين المصريين، يعني بالنهاية صار في تفاهم في تشارك وصار منتج واحد، لأنه يعني نحن عم نحكي بحديثنا منتج صنع في مصر بأيادي سورية، يعني هو منتج مصري لكن بيد عاملة سورية. نفس الشيء بينطبق على سوق العمل السوري ككل إذا ما خصصنا بس النسيج. طبعا بكل في تفوق سوري بكافة انواع الصناعات اللي كانت موجودة بسوريا بكل مكان ونوجد فيه السوريين وخصوصا مصر يعني. نعم. سعيد بدنا نرجع لك، بتتوقع انه يعود رأس المال السوري لسوريا وخاصة بعيدا عن مصر من بلدان الجوار؟ يعني بس عندي تعليق بسيط، ادرك المصريون اهمية السوريين في التكامل في مشاريعهم، فكانت هناك شراكات بالألف بين السوريين ومصريين، حتى أن الأعمال السورية في مصر كثير منها بأسماء مصرية نتيجة عدم يعني رغبة السوريين في الدخول في قضايا شائكة في التصاريح وما شابه. فهناك نعم صناعات نهضة صناعية في مصر، يعني كان السبب الأول فيها الخبرة والجودة والإدارة، وهذا الذي ينقص أيضا الإدارة السورية. نعم يمكن في احتضان مثل ما ذكر سمير وعم تذكر حضرتك من قبل الصناعيين المصريين. صحيح. للصناعي إذا عندك قصص هيك تحكي لنا عن هذا الموضوع. القصص جميلة جدا في تركيا وفي مصر وفي دول الجوار بشكل عام. نحكي عن مصر. هناك العديد من قصص النجاح. نعم. التي أتى فيها السوريون إلى القاهرة وكانوا يعني قضوا أشهر بأعمال لم يقولوا لا للعمل أيا كان نوع العمل. نعم. لكن أدركوا يعني بسرعة درسوا سوق العمل والآن بعد 4 أو 5 سنوات يمتلكون معامل ويوظفون مصريين. نعم. صحيح. فهناك كثير من القصص. فيما يتعلق بالسؤال عودة رأس المال أجبت قبل قليلا ذلك، يعني مرة أخرى لابد نتمنى أن نعود إلى سوريا آمنة مطمئنة ونساهم نحن. نعم. في بنائها. نعم. لكن يعني رؤوس الأموال هذا مبدأ بشري، حتى تأتي وتستثمر وتعيد الإنتاج هذا الأمر يحتاج إلى بنية تحتية ويعني أولية ومن ثم العملية التدريجية. صحيح. لا شك أن العديد من السوريين لم يكن كلهم
يعملوا الذين خاصة الذين خرجوا بعد 2011 مرغمين مهجرين يحملون الألم لديهم أمل كبير في العودة، إنما دون ذلك يجب تحقق العوامل الأولية التي تسمح بذلك. صحيح. خلينا نشوف سؤال حلقة اليوم وكيف جاوبوا المشاهدين. طبعا سؤال حلقتنا لليوم بدي ارجع اذكر فيها، اللي يستطيع نظام استعادة رأس المال السوري المهاجر إلى مصر؟ 80% جاوبوا بلا، 20% جاوبوا بنعم. شو رأيك أستاذنا بالنسبة؟ هل يستطيع النظام استعادة رأس المال السوري المهاجر إلى مصر؟ نسبة 80% كانت بلا، نسبة متوقعة يعني. حكيت عنها طبعا تفصيليا. نحن كنا عم نأكد أنه هل جميع المستثمرين على وعي بخطة أو حتى الترويج لموضوع إعادة الأعمار؟ يعني ممكن حدا يكون عنده شوية أمل بعيدا عن موضوع السياسة أو حتى أنه وجود يعني النظام السوري لا يحاول استعادة رؤوس الأموال، هو يحاول إغراء بعض المنتفعين. هو يعرف تماما يعني أنه لا يملك ما يقدمه لاستعادة رؤوس الأموال فيما يتعلق بالصناعة والبنية التحتية، لكنه يحاول إغراءهم بأشياء أخرى متعلقة بمناقصات الدولة وإعادة الأعمال. نعم. تمام. سيد سمير، قبل ما نختم معك، عندك إضافة شيء بالنسبة لسؤال حلقتنا؟ هل يستطيع النظام استعادة رأس المال السوري المهاجر إلى مصر؟ كانت نسبة المشاركين 80% قالوا لا. بالتأكيد المستثمر بحاجة إلى مزيد من التسهيلات، بحاجة إلى جذب. يعني أنت حتى تأتي مستثمر عربي أو مستثمر سوري، يجب أن تقدم له مزيد من التسهيلات والتمويل والبنى التحتية والدعم أيضا. يعني قبل العام 2011 كما ذكرت النظام لم يستطع إبقاء المستثمرين حتى السوريين، فما بالك بعد العام 2011. صحيح. ضيوفنا الكرام، بدي اتشكر وجودكم معنا. الاستشاري الصناعي سعيد دحاس وايضا الصحفي سمير الطويل، كنت معنا من فرنسا، شكرا لك. ليلكم سعيده. شكرا. هلا مشاهدينا بنطلع لفاصل وبنرجع.